قالت له يا بايا ده رجاله كتير، خصمك يا بايا رجاله كتير، على يد مسكين زناتي ده باين عليه امير وابن امير، كيف العمل يا زناتي؟ خليفة ضرب تلات حربات ولا ضربة في عقل صابت، شوف الرجال الفتوات صباحا لما الشمس غابت، وقم عقل ميل حيرميه، شوف عقل ميل حيرميه، الطرق بقيت مسالك خليفة شافها راح تاني فيه عجل الفرس والتالك. خليفة ولا الأدبار وعقل عاود لعرب الهلايل، ولوا رجال اللي كانوا كتار، صبح حملوا عالكتف مايل، روح الزناتي في تراضي وانيل على جسمه الوديتي من بني زغبة، أبا
ابو راجح ابن غانم ابن صيار، وامه هولة بنت سرحان. قالت له يا بايا درجاله كتير، خصمك يا بايا رجاله كتير، على يد مسكين زناتي دباين عليه امير وابن امير. كيف العمل يا زناتي؟ قال يا بنتي يا ريت بتاجي وراها رجال، لما حلف على جماعته وقال محدش يطلع وراي. خلي بالكم يعني. يا بنتي يا ريت بتاجي وراه رجال. شوف العجب والعجوبة، صغير وخلى مخ برجال، أدوب وباين عراكوبة. يا جيني عيل صغير افتح وحافظ قانون، لما خلى مخي تغير الاسد ما يملاش عيونه. قالت له اعلم غريبك قتله قريب، اعلم خصمك قتله قريب، يا ابو العمامة النظيفة يا راجل يا ابو اصل طيب. خليفة الزنات ما قدرش عليه، وانت يا سعد عايزة هتقتليه. قوم خليفة الزنات قال لها ايه؟ قوم خليفة قال لها ازاي تقتليه؟ تقتل ولد سبع رجال؟ يا سعد نخبروك، ده انت خليتي مخ تبرجل. ليه انت ارجل من ابوكي؟ انت يا بنت ارجل مني انا؟ قالت له يا بايا مش راح انزل معاه الحرب. قال لها ازاي يعني؟ في عزم الحرب تبقى تقول، في نص الحرب تبقى تقول، من فوق ظهر الكحيل يا عقل يا ابو الحسن كله، يا ابن راجح شد حيل. بفرح بيك لما ارى كل بنت، لا بفرح بيك انا لما ارى بنت في الدوة بترجم. وهاي صلوا على الزين.